كبير لمنتخب ساحل العاج لمساندة المنتخب الساحل العاجي في أولى مباراة. نابورس لكن كرة بعيدة تصل لسيكو بوفانا، يرسل كرة أمامية إلى سيمون، يأخذ كرة انطلاقة وفرصة وعرضية لكن تصل لحارس على اليمين سيكو بوفانا، يغير مكانه ويصنع الفرصة، هذه فرصة خطيرة وانطلاقة وركلة جزاء، ركلة جزاء لكريم كوناتي، ركلة شوف هذه الكرة وهذا المرور وهذه الانطلاقة ومع حارس المرمى سيمون الآن أمام هذه الكرة وركلة جزاء، ركلة جزاء لمنتخب ساحل العاج. شوف المرور الجميل لكريم كوناتي، يتحصل على خطأ، يتحصل على ركلة جزاء في هذه الأثناء لكأس العالم الإفريقية. سيبستيان الله، الهدف الأول لمنتخب ساحل العاج، سيبستيان يفتتح التسجيل لمنتخب ساحل العاج، هدف من ركلة الجزاء، هدف التقدم، هدف حلو للمنتخب ساحل العاج. الآن يتقدمون بهدف الأول أمام منتخب سيشيل. شوف الأداء وشوف الهدوء لسيبستيان، وضعها على يمين حارس المرمى، وحارس المرمى في زاوية أخرى. الله على هدوءه وعلى تنفيذ هذه الركلة وهذه اللعبة الذكية. شوفها وين ركنها في زاوية بعيدة عن حارس المرمى، تعلن الهدف الأول. ركلة ركنية تنفذ الآن بالرأس في المرمى، جول ثاني، الهدف الثاني لمنتخب ساحل العاج. هفوة دفاعية غريبة من هذه الزاوية، هدف ثاني يسجله بدرة علي سانجاري، بدرة واحتفالية للعيبة منتخب ساحل العاج. الهدف الثاني يحضر الآن. شوف الركلة الركنية، شوف هذا الحالة، أخطاء دفاعية غريبة على لعبة منتخب سيشيل، هدف يسجل المنتخب الساحل العاجي. شوف للمنتخب البرتغالي، شوط جميل، شوط رائع، أداء متميز. يملك كل المقومات منتخب ساحل العاج، لعيبة المنتخب الساحل العاجي. كرة عند سيكو بوفانا، يمشي كرة اليمين إلى سيمون باليسار، الله، هذا نجمهم الأول، هذا هدافهم الصغير، وهدف عالمي، هدف عالمي لسيمون أدينجر. الله على هذا الهدف الجميل، هو هذا سيمون أدينجر يسجل الهدف الأول للمنتخب الساحل العاجي بمهارة فردية، سحب بالمدافع ولعبها في الزاوية البعيدة على يمين حارس المرمى. شوفه، كرة مخادعة، كرة رائعة، كرة حلوة لسيمون الصغير للهداف الجميل. الهدف الثالث يحضر من هذا الخطير، سيمون يسجل الهدف الثالث لمنتخب ساحل عاج. الله على مثل هالكرات الجميلة اللي تتواجد عند لاعبين أصحاب خبرة وأصحاب مهارة. شوف كيف ركنها، كيف لعبها، كيف وضعها. هذه مباراة كبيرة لهذا اللاعب سيمون للمنتخب الساحل العاجي. عرضية وفرصة، هذه فرصة خطيرة، هذا هدف رابع قد يحضر، لكن ركلة جزاء، وصل على ركلة جزاء. شوف هذه الكرة، هذه اللعبة أخذها ويتحصل على خطأ وركلة جزاء. الآن يحتسبها ضيوف الحكم السنغالي في هذه اللقطة، في هذه الكرة. الهدف الرابع، كريم يتقدم، كريم وفي المرمى،
المنتخب ساحل عاج يقسو على منتخب سيشيل. الهدف الرابع، الهدف الرابع لمنتخب ساحل عاج في مجريات الشوط الأول. مباراة كبيرة لمنتخب ساحل عاج. الله عليك يا كريم، الله على هذه الزاوية الصعبة على حارسهم على سيمون. هدف رابع، هو هذا سيمون، هو هذا كريم، هو هذا المنتخب الساحل عاجين. الهدف الرابع يحضر الآن لمنتخب ساحل، لمنتخب ساحل عاج. أربع أهداف تسجل أفضلية في هذه المجموعة. سيكو فوفانا، سيكو فوفانا، تمنية الرد، هذا هدف خامس. الله، هدف خامس لمنتخب ساحل العاج. هو هذا العالمي سيكو فوفانا، الهدف الخامس في كرة جميلة من لعبة منتخب ساحل عاج. هو هذا سيكو فوفانا، فوفانا يحضر بالهدف الخامس. شوف التمريرة وشوف الفرصة والتمركز وتمريرة الرد، هذا اللاعب اللي خلصك هذا الهدف الجميل الخامس لمنتخب ساحل عاج. هذا سيكو فوفانا انطلق بهذه الكرة، مررها على اليمين عدم، وأخذ كرة ووضعها في زاوية بعيدة عن سيمون كارلوس حارس المرمى. تمريرة كريم إلى سيكو فوفانا، لعبها بشكل رائع سيكو فوفانا لاعب النصر السعودي من إيفان. سيكو فوفانا يحاول فيها، عادتها في المنتصف، سريع الآن لمنتخب ساحل عاج، يسدد المرمى. الله، الهدف السادس، الهدف السادس لمنتخب ساحل العاج. الله على هذه التصويبة وهذه التسديدة للاعب منتخب ساحل العاج في هذه الكرة الجميلة. حمد يسجل، حمد يسجل هدف السادس. شوف المهارة العالية، شوف المرور والتصويب المباشر على مرمى كارلوس سيمون، يسجل الهدف السادس. الهدف السادس يحضر لمنتخب ساحل العاج. ست أهداف، نتيجة بكل تأكيد كبيرة وقاسية. ركلة جزاء لمنتخب ساحل عاج. ركلة جزاء الآن تسدد في المرمى. الله، لجيان، هدف سابع لمنتخب ساحل عاج. الهدف السابع يحضر الآن في الشوط الثاني لمنتخب ساحل العاج. نتيجة كبيرة وقاسية ومرعبة في هذه المجموعة لمنتخب ساحل عاج. هدف السابع، الهدف رقم سبعة في هذه المباراة. شوف عملية في الشوط الأول، يجب أن تدافع، يجب أن تحافظ أقل الأحوال. الهدف الثامن، الهدف الثامن يحضر الآن لمنتخب ساحل عاج. الهدف الثامن يضيف حمد في هذه الصورة وفي هذه الكرة. شوف الهدف الثامن يحضر لمنتخب ساحل عاج. مباراة، مباراة الأهداف، مباراة الأخطاء الدفاعية. شوف الفرصة، ما كان في دفاع، لم نشاهد دفاع في الشوط الثاني. الهدف الثامن، الهدف الثامن يسجل حمد. شوف هذه الكرة، هذه الكرة اللي سجلها اللاعب حمد إيترادو. أربع أهداف في الشوط الأول وأربع أمام المدافعين. فرصة، فرصة لهدف تاسع، فرصة لهدف تاسع لصاحب الرقم تسعة، لصاحب الرقم تسعة. أخيرا كريم كوناتي يسجل الهدف التاسع، يسجل الهدف التاسع المنتخب ساحل العاج. والاحتفالية الإفريقية، كريم كوناتي يسجل الهدف التاسع. أخيرا ينجح المهاجم صاحب الرقم تسعة بتسجيل الهدف التاسع في هذه المباراة. شوف هذه
الفرصة اللي خطفها من الدفاع، انهيار دفاعي انهيار دفاعي وسط أخطاء دفاعية. هذا كريم، أخيرا الجمهور يحتفل مع كريم.